Dr. John Cook with Indigenous Ministries. We are here in Alexandria, Egypt, thanking the Lord for all that He is doing within our pastors' conference. We have a ministry here in reaching out in church planting and ministry to families, to children, to women. And I want to introduce to you Brother Imad, who is one of our newest employees with Indigenous Ministries. Brother Imad, introduce yourself. Yeah, اسمي عماد سمعان سمسوم. أنا خريج جيت سنة 2005. بخدم حاليا في مصر مع الـ IMI في محافظة المنيا. خدمتنا عبارة عن زرع كنايس وخدمة في وسط القرى المحرومة من الكنايس. بنعمل اجتماعات بيتية، بنعمل خدمة أعمال رحمة. عندنا أكتر من خدمة وأكتر من عمل وفي أكتر من ثلاث قرى في التوقيت الحالي في محافظة المنيا. Tell me about the ministry and the growth of the ministry. خدمة الـIMI ساعدتنا إن احنا نقدر نوصل لناس، في أشخاص قابلتهم عمرهم ما راحوا كنيسة إلا لوقت ما، في فرح، موتى، جنازة، حاجات زي كده. خدمة الـIMI ساعدتنا إن احنا نقدر نوصل للناس دي في بيوتها، نعلمها يعني إيه تصلي، نعلمها يعني إيه تفتح الكتاب المقدس، نعلمها يعني إيه تعيش مع الرب اختبارات وتقدم لربنا حياتها وكده. في أمور كتير وفي أمثلة كتير إن احنا شفنا ناس بتتغير، ناس لما كنا نروح لها تاني يوم تقول احنا امبارح صلينا، امبارح قعدنا مع بعضينا، أنا وجوزي صلينا، امبارح كان عندنا مشكلة طلبنا ربنا وحسينا إن ربنا بيعمل تغيير في حياتنا، ربنا بيقبل صلاتنا، ربنا بيقبل التوبة بتاعتنا في كتير. فأنا بشوف إن خدمة الـIMI بتساعدنا إن احنا نقدر نوصل للناس دي بطريقة، والناس نفسها بتحس بدوة بتغيير في حياتها من خلال قبل ما الروح كانت إيه وبعد ما وصلنا للناس دي، الناس دي بقت إيه حد. Help me help men like this and support them so that the church might move forward and we see more people won to Jesus Christ, because our time is short. This is the vision and this is the ministry of Indigenous Ministries. Join us in reaching a world for Jesus Christ.